أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم عن الإخلاص وصدق النية. حديث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبب ورود ذلك الحديث كما رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة تسمى بأم قيس، ولما أراد أن يتزوجها اشترطت عليه أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من مكة إلى المدينة، فهاجر فتزوجها بالمدينة فسمي بمهاجر أم قيس. الشاهد في الحديث إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فمثلا أنتم جئتم من بيوتكم الآن إلى هنا، لماذا؟ من الممكن أن يقول واحد أو واحدة: جئت لأتعلم، هذه نية صالحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. من الممكن يقول واحد أو واحدة: جئت لأعلم غيري، هذه نية صالحة. واحد يقول أو واحدة: جئت لأعتكف بالمسجد، وعلى باب المسجد يقول: اللهم إني نويت الاعتكاف في هذا المسجد مدة مكوثي فيه، يأخذ ثواب على هذه النية. ومن الممكن أن يقول أو تقول: جئت لأرابط في سبيل الله، يعني في هذا المسجد، يأخذ ثوابا على هذه النية. ومن الممكن أو يقول أو تقول: جئت لآمر بالمعروف، أو جئت لأنهى عن المنكر، كذلك يأخذ ثوابا أو تأخذ ثوابا على هذه النية. فالنية محلها القلب، والقلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متفق عليه. أعيد الحديث مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالعبادة مكونة من جزئين: من نية وعمل. فبالنية والعمل تكون العبادة لله تبارك وتعالى. والنية هي القسم الأكبر من العبادة. النية
هي القسم الأكبر من العبادة. فمثلا يقول الإمام الغزالي في الأربعين في أصول الدين: ليس المقصود من السجود أن تضع الوجه على الأرض، إنما المقصود من السجود أن يخضع القلب للرب سبحانه وتعالى. مرة أخرى: ليس المقصود من السجود أن تضع الوجه على الأرض، إنما المقصود من السجود خضوع القلب لله تبارك وتعالى. كذلك ليس المقصود من الزكاة إنفاق المال أو نفاد المال أو زوال الملك، إنما المقصود من الزكاة محو صفة ذميمة وهي البخل، وألا يتعلق القلب بالمال، وإنما يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. إذن النية والعمل بهما تمام العبادة، والنية هي الجزء الأكبر من العبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه، ومر شاب إلى عمله في نشاط، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان ذلك في سبيل الله. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل يكون في سبيل الله، لكن المهم بالنية. قال لهم: إن كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على ولد صغار يعني أطفال فهو في سبيل الله. إذا كان خرج لينفق على أطفال صغار له، ذلك العمل يكون في سبيل الله أيضا بالنية. قال: وإن كان خرج على نفسه ليعفها عن المسألة فهو في سبيل الله. ثم بعد ذلك بين النية السيئة فقال: وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. نرجع إلى الحديث: إن كان خرج على أبوين شيخين كبيرين، وذلك العمل بنية صالحة لله تبارك وتعالى، ذلك العمل يكون في سبيل الله. وإن كان خرج على ولد صغار فهو في سبيل الله، يعني على أطفال صغار لينفق عليهم فهو في سبيل الله. وإن كان خرج على نفسه ليعفها عن المسألة فهو في سبيل الله. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذه نبذة بسيطة عن الإخلاص لله تبارك وتعالى والنية الصادقة في العمل لله تبارك وتعالى. نلخص: ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وفعلك وحركاتك وسكناتك، كل ذلك تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا. فالله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.